انت طلعتي ولا نزلتي حته سكرتيره؟ بس ما تنسيش ان حته السكرتيره دي هي اللي جابتك هنا، وهي كمان اللي تقدر. ولا اقول لك بلاش؟ طيب احسن برضه. مش بحب قعدة المستشفيات أبدا. وفي ليلة النصف من رمضان توفيت الفنانة والإعلامية شيرين الطحان. من ساعات انتشر خبر وفاة الفنانة شيرين الطحان بعد صراع من مرض سرطان اللعين، وتوفيت في ليلة النصف من رمضان. وكتبت آخر رسالة قبل وفاتها بساعات وقالت: ربنا يجيب الشفاء من عنده، راضية تمام الرضا، ولا حلول إلا منه سبحانه، قادر على كل شيء، دعوتكم. وفي تصريح سابق قبل وفاتها قالت: مش بحب قعدة المستشفيات أبدا، الأطباء اكتشفوا إن عندي نقص في الهيموجلوبين والبوتاسيوم والدم فحجزوني، لكن عشان مش بحب المستشفيات خرجت منها وعلى مسؤوليتي، ومجرد ما وصلت البيت تعبت تاني ودخلت العناية المركزة، الموضوع مش سهل، دعواتكم ادعوا لي. كمان كشفت والدة الفنانة شيرين الطحان آخر الأيام الأخيرة في حياة بنتها وقالت: بنتي عانت من مرض السرطان من سنة 2016، وكنا مخبيين الخبر عن وسائل الإعلام تجنبا للمتاجرة بمرض بنتي. كمان كنا بنصرف على علاجها ما يعادل 65,000 جنيه شهريا، ومن ساعة ما دخلت المستشفى دفعت لها 150,000 جنيه في 30 يوم. وكمان طلبنا بتدخل الهيئة الوطنية للإعلام لأننا مش قادرين على تحمل المصاريف. وفوجئنا ساعتها باتصال نقيب الفنانين أشرف زكي وقال لنا إن الشركة المتحدة ستتكفل بكل شيء. خبر وفاة الفنانة شيرين طحان نزل صدمة على جميع رواد السوشيال ميديا، منهم اللي قال: اتفرجت على مسلسل رمضان كريم الجزء الثاني، وقعدت ادور على هند مراد الحناوي وفوجئت انها مش مشاركة في الجزء ده، كمان اتفاجئت انها في المستشفى وحالتها الصحية متدهورة جدا، حقيقي انا اتقدرت جدا والله ملعون مرض السرطان ده. ومنهم اللي قال: رحلت هند مراد الحناوي الجميلة اللي تألقت وأحبها الجميع، توفيت الممثلة والإعلامية شيرين الطحان بعد صراع مع مرض السرطان من 2019. كمان اللي كتبوا قال: انتصر السرطان وماتت المذيعة والممثلة المتميزة شيرين الطحان، انتصر السرطان بإهمالها وتأخر علاجها، وإرادة ربنا أقوى من كل شيء، لله ما أعطى ولله ما أخذ، وإنا لله وإنا إليه راجعون. لا حول ولا قوة إلا بالله، النهاردة لسه عارفة بمرضها وبرضو يتوفاها الله النهاردة، ربنا يرحمها رحمة واسعة ويتجاوز عن سيئاتها ويغفر لها ويجعل مرضها في ميزان حسناتها. خلينا أقول لكم هي مين شيرين الطحان. ولدت شيرين الطحان سنة 1976 وتخرجت من كلية التجارة، وبعدها اشتغلت كمقدمة برامج في قناة النيل للمنوعات، وبعد كده رشحها المخرج أحمد يسري للمشاركة في بطولة فيلم 45 يوم، وكان من بطولة الفنان أحمد الفيشاوي. كمان قدمت بعدها شيرين الطحان عدد من المسلسلات التلفزيونية، منها رقم مجهول واسم مؤقت والسبع وصايا، وكانت آخر أعمال الراحلة شيرين الطحان مسلسل رمضان كريم الجزء الأول، واللي رجعت من خلاله إلى الشاشة كممثلة بعد غياب استمر حوالي 3 سنوات. أعلنت نقابة المهن التمثيلية وفاة الفنانة شيرين الطحان، وصرح الفنان منير مكرم وقال: توفيت الفنانة شيرين الطحان والجنازة اليوم بعد صلاة الجمعة من مسجد فاطمة الشربطلي بالتجمع. توفيت الفنانة شيرين الطحان عن عمر يناهز 46 سنة، نسأل الله لها الرحمة والمغفرة، وأن يتغمدها الله بواسع رحمته، وإنا لله وإنا إليه راجعون.